السلام عليكم احسن عائله في اليوتيوب، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه مزيانه. كما عودناكم في القناه ديالكم ديما كنهضروا لكم على جديد الهجره، وهذه المره جبت لكم اخبار جديده باقا بالميكه ديالها وكتهم الناس اللي مهتمين بالهجره الى كندا، وخصوصا اللي باغيين يجيو عن طريق فيزا سياحه. الله يجازيكم بخير، ردوا بالكم ثم ردوا بالكم، المعلومه راه كتفيدكم. الوغ بغيتكم الله يجازيكم بخير، الا ما كنتيش مهتم بالهجره الى كندا وكتعرف شي واحد اللي باغي يجي عن طريق السياحه وكيفكر وكيبلاني، بارطاجي مع هاد لا فيديو حيت غادي تقدر تعطيه فرصه فين يغير حياته وفين يرد باله باش ما يتصيدش. الله يجازيكم بخير. المهم القصه كتكلم على واحد من لي زابوني اللي عندنا. كيف ما كتعرفوا عندي بزاف ديال لي زابوني اللي كان بروبوزي عليهم دي كونساي، كان بروبوزي عليهم مساعدات فيما يخص الهجره الى كندا. اذا بي الايام البارح تفاجات بواحد من المتتبعين اللي عندنا، كنا كنبريباريو الدوسي من ا حتى لزيد، ومؤخرا جاتو لاكسبتاسيون، خرجت لي فيزا. ومني خرجت لي فيزا كان قال لي يونس كان ايزيتي واش نجي في الاخر ديال شهر ديسمبر او نجي في شهر مارس. انا شنو قلت ليه؟ قلت ليه الله يرحم الوالدين، دابا حاليا القضيه صعيبه، ليفير طومبيت موان 15 سي ديفيسيل دو سو ديبلاسي، باش ديبلاسا وتحوس على فرص عمل صعيبه. هادشي علاش قلت ليه حبذا لو كان ناجلوا المشروع ديال السفر ديالنا حتى لمارس ولا افريل فين تزيان القضيه، وابخي ممكن تجي ليكونومي كتبدا هذيك الساعه وممكن تلقى فرص عمل وبزاف. ومالوغوزمون مؤخرا لقى انه الكليما زوينه، ما كاينش ليفير، الجو متوسط، الجو معتدل. هادشي علاش قال يونس انا ديسيديت باش نجي. قلت ليه معليش القرار كيرجع لك، ولكن قلت ليه الله يرحم الوالدين قبل وصيتو، قلت ليه بزاف ديال الناس اللي كيتفرجوا فيا ووصيتهم وجاو هنا الحمد لله وتوفقوا، وقلت ليه الله يرحم الوالدين. انا كنعرف بزاف ديال الناس اللي راهم تصيدوا وما قدروش يجيو اولا جاو حتى لهنايا ولاجون دي ميغراسيون ردهم للبلاد. علاش؟ حيت فيريفي عليهم بيان سور الوثائق ديالهم ولقاهم على انهم باجي لكندا ماشي على اساس انهم يجيو لي سياح، جاي على اساس باش يدبروا على راسهم وممكن انهم يبقاو هنايا. هادشي علاش لاجون دي ميغراسيون راه ماشي دمدومه. الله يرحم الوالدين، بغيتكم تبارطاجيو مع الناس اللي انتريسي، بغيتكم تبارطاجيو مع شي واحد اللي كتعرفوه باغي يجي لكندا عن طريق السياحه، وصيوهم وبارطاجيو معاهم حيت هاد المعلومه غادي تفيدهم. عندنا صديق اللي مؤخرا تكرم واحد التكريمه ديال القلب، عندنا واحد صديق اللي تقصح وجات واحد النكسه انتكاسه زائد واحد دابا حاليا كيمر بواحد الفتره اللي صعيبه، غادي نقولها لكم باش الله يرحم والديكم تبارطاجوا مع الناس اللي مهتمين. الوغ القصه ديال صديق ديالنا اللي حاول باش يجي وغادي في لي بروسيدور وفينا مخرجات لي فيزا، دابا راه جاي كان جاي وفاش جا في لاجون دي ميغراسيون دخل عنده كلشي، دار ريزيرفاسيون في اوتيل بوندون دو سمين، هو دار ريزيرفاسيون غير باش يجي هنايا. فينالمون راه لقى ان كولوك، لقينا ليه كولوكاسيون مع ان ايتيديون وتفاهمنا على هادشي كامل، غيز الامور فيما يخص الريزيرفاسيون، بلان ديال الفواياج فين غادي يمشي منين غادي يجي، قدينا الامور فيما يخص لي بلاص اللي غادي يشوف لي تينيغير دو فواياج، هادشي كامل قديناه وصرعناه. الوغ فين غادي نتصيدو، فين غادي يوقع لنا المشكل، هو انه فاش كان جاي وصل هنايا وصل قدام لاجون دي ميغراسيون شاف الشكل ديالو. اشنو الحاجه؟ الحاجه اللي لفتت الانتباه ديال الرجل ديال لاجون دي ميغراسيون هو البوا. السيد فاش جاي لقاه جاي معاه 23 كيلو زائد 23 كيلو زائد 10 كيلو اللي هز معاه زائد الكارطاب اللي فيها لورديناتور وداكشي. شاف السيد قال هذا الباجاج ديال واحد جاي هنا على اساس بيرمي دو ترافاي اولا على اساس ريزيدون بيرمانون، حيت هذاك لاجون دي ميغراسيون راه ماشي مريح واقف، راه سي ان بسيكولوج، هو كيوقف وكيشوف بنادم كيدوز وكي اناليزي كيبرقب وكيفلي الواحد. هادشي علاش الله يرحم الوالدين ردوا بالكم. السيد كيفاش غادي يشوف؟ اول حاجه غتلفت الانتباه ديال لاجون دي ميغراسيون هو البوا، شاف الحزم شاف البوا وشاف داكشي. كيفاش السيد مبريباري؟ فاش دخلوا قال لي فلان ريح معايا بغيت نهضر معاك، ريح بدا كيتواصل معاه، اها علاش جاي وريني هذيك، يسولو دي كيسيون. خصكم اول حاجه يسولك لاجون دي ميغراسيون دي كيسيون تكون معاه فيرمي، اها علاش جاي كندا؟ جاي سياحه. فاش خدام؟ خدام في اكتيفول. اشنو كدير؟ تيلو كونسيي باسطا، تجاوبو على حد السؤال، سولك سؤال جاوبو على قد السؤال ديالو، ما تكثر ما تزيد ما تنقص، يعني تكون حدودي. اها وريني بلان دو فواياج، شنو باغي تشوف؟ جاي باغي نشوف كيبيك، باغي نشوف نياغارا، باغي نشوف لي زو، باغي نشوف لي بارك ناسيونو، تكون محدود وعارف لي ريبونس ديال. اه عندك دي بيرسون دو لا فامي اللي غتشوفهم؟ اه كنعرف ان كوزان بغيت نمشي نشوفو نضرب عندو ان جورني اون جورني اولا دو جورني. داكور سي بارفي. شنو غدير في ترونسبور؟ بور لو ترونسبور
باش نفواياجي لقيت دي كوفواتيراج نقدر نديرهم، لقيت دي بوس اللي كيسافر اونتر لي فيل، لقيت اوسي دي تران اللي كيقدر نديبلاسي بهم حتى لاوتاوا. هادو هما لي مويان فين نجاوبو تكون حدودي، يجاوبك سؤال جاوب على قد السؤال ديالو لا اقل ولا اكثر. وهاد السيد هذا كيفاش غادي يوصل معاه؟ غايقول ليه اها هادشي سي بارفي، واش ممكن نشوف الهاتف ديالك؟ قال لي اييه. عطاه التليفون ديالو، دخل التليفون مشى لك قلب في التصاور داكشي، مشى لابوات ايميل، قال لي حل لابوات ايميل، حل لابوات ايميل، شد بحال هكا هو يشوف، كيشوف لابوات ايميل لقى انديد، لقى لي زوفر دومبلوا موجودين، كيتواصل مع شركات ديال كيتواصل مع شركات هنايا في كندا على اساس باش يلقى فرصه عمل. هادشي علاش فاش شاف هادشي قال لي اوكي تسنى، قال لي شنو هو هادشي؟ قال لي راه هادشي راه دي زيشونج، لقيت كي دي زون كتواصل مع شركات باش تخدم، واش انت جاي هنا سياحه ولا جاي باش تخدم؟ الاخر السيد مسكين ما عرف باش جاتو ولا كيدخل يخرج في الهضره. لاجون دي ميغراسيون هذيك الساعه شافو قشعو ديتيكتا من تماك. البلون الثاني اللي قال لي هو اوكي، شاف التليفون عرف على ان داكشي عندهم، عرف على ان داكشي عنده لا ما كينطبقش مع الواقع لانه جاي سياحه والكره ما جاش سياحه. الحاجه الثانيه اللي غيطلب منه قال لي واش ممكن نشوف الساكادو ديالك؟ قال لي اها حل لي الساكادو، جبدوا ليه، لقى فيه اورديناتور داكشي شخصي، لقى فيه لي دوكيمون، قال لي نشوف داكشي، جبد لي دوكيمون، لقى فيه، لقى عنده لي ديبلوم، لقى عنده لي غولفيت نوت، لي زاتيستاسيون دو ترافاي. ملي جا عنده قال لي هادشي سي كوا سا؟ قال لي راه هادو سي سون مي دوكيمون. قال لي اه تي دوكيمون كي علاش جايو معاك لكندا؟ انت جاي سياحه، علاش جاي معاك واختك وصوالحك بحال هكا؟ فاش السيد فاش مسكين ما عرف باش تبلا، ما عرف باش تبلا، اش غنقول لك، بحال شي كسطل ديال الثلج تكب عليه. هادشي علاش الله يرحم والديكم، بارطاجي وردوا بالكم. بغيتي تجي سياحه بوحدك اولا مع العائله ديالك، ردوا بالكم على لي ديبلوم. كاينين بزاف ديال الطرق اللي غتسمح لكم باش تقدر تجيب اولا تصيفط لي دوكيمون ديالك بكل سهوله. الطريقه الاولى شي واحد اللي كتعرف في لافامي تصيفط ليه لو دوكيمون ديالك. الطريقه الثانيه شي واحد في لي غروب، كاين ماروكان دو كندا، كاين لي زالجيريان دو كندا، كاين لي زونتري ديال لي ستوديون، كاينين دي غروب فيسبوك تقدر تهضر مع اي واحد اللي جاي لكندا تلاقى معاه في مطار محمد الخامس، تعطيه الدوكيمون ديالك الا كان جاي مونريال، تقول ليه السلام عليكم غنعطيك هادشي اين فون جي عندك لمونريال غادي نعيط لك باش تعطيني لي دوكيمون ديالي. هذا هي الطريقه الثانيه. الطريقه الثالثه باش تجي هنا وتوصل هنا لكندا باذن الله ان شاء الله، كطلب من لافامي ديالك يصيفطوا لك لي دوكيمون لادريس اللي غادي تكون فيها، سواء كنتي عند الكوزان ديالك اولا كنتي عند شي ايتوديون كولوكاسيون اولا كنتي مريزيرفي في ان موتيل. هادو هما ثلاثه ديال الطرق اللي تقدر تجيب بهم صوالحك، اللي تقدر تجيب بهم دوكيمون ديال. ما تصيدوش، الله يجازيكم بخير. بزاف ديال الناس داروا هاد الغلط وكيقولوا احق الواد انا غنجيو عندي الثقه في النفس وجايب معايا الكارطاب. وبزاف ديال الاصدقاء هضرت معاهم وقلت لهم كيفاش جبتوا لي دوكيمون ديالكم، قالوا لي راه جبناهم معنا في الكارطاب ديالنا. قلت لهم راه سي ان ريسك وراكم مرضيين الوالدين حيت ما تشديتوش، حيت وحدين اخرين تشدوا، كاينين دي زالجيريان تشدوا بهذه الطريقه، كاينين دي زالجيريان اللي تشدوا باش بالريزيرفاسيون. كيفاش لا يعقل انك على جاي كندا على اساس سياحه ودير في الريزيرفاسيون اون سيمين؟ واش انت باغي تجي لكندا ثلاثه ديال الاسابيع باغي تدوز فيها ومريزيرفي اون سيمين؟ ما يمكنش، ما داكشي ما كيتوافقش مع مع داكشي اللي كتقول. انت جاي 3 سيمين ومريزيرفي اون سيمين، لي 2 سيمين اللي بقاو فين غادي تبقى؟ غتبقى في الشارع؟ لا، وسورتو ليفير، يعني خص تكون عندك دي ريزيرفاسيون سولون هذوك البلايص، سولون لا دوغي اللي غادي تدوز، حيت هادو كاملين كيحقوا فيهم لي زاجون دي ميغراسيون كيبركو مزيان. علاش؟ حيت الطلبات ديال فيزا سياحه مؤخرا كثروا وتزادوا ولاو بزاف. دونك الله يرحم لكم الوالدين، ردوا بالكم في هذه النقطه هذه، وبغيتكم الحاضر يبلغ الغيب. الا كنت كتعرف شي واحد باغي يجي بروشينمون بارطاجي معاه هذا الفيديو، انت ولا انت الا كنتي باغي تجي بروشينمون ردوا بالكم، الله يجازيكم بخير. انا كنقول لكم الميساج كيف ما هو، حيت ما كاينش شي واحد اللي غادي يتقصح ولا غادي يتكرم ولا غادي تجيه شي طرشه بحال هكا وغادي يجي وغادي بارطاجي بحال المعلومه مع ناس اخرين، ما كنظنش، حيت مسكين يكفي هذيك الانتكاسه اللي فيها، يكفي هذاك الاكتئاب اللي عايش فيه، حيت بالنسبه لي هذا السيد هذا ولا بلاك ليستي. حيت علاش؟ لاجون دي ميغراسيون مني شاف دوكيمون ومني شاف التليفون قال ليه سير تسنى تماك، خلاه منشور بوندون 3 حتى 4 اور، حتى دار لي بروسيدور ديالو، حتى دار الباباس، هضر مع لي زوطر وديسيداو على انهم غادي يرجعوه للبلاد ديالو. قالوا هذا ما عنده علاش يدخل حيت ديجا كتب علينا في لي ديكلاراسيون ديالو، دار دي فوس ديكلاراسيون، جاي على اساس باش يقلب على خدمه وهو بسو لو بريتيكس سياحه.
هادشي علاش الله يجازيكم بخير، نكونوا على بال، نكونوا ذكيين، ردوا بالكم، الله يحمي الوالدين. بغيتكم تبارطاجيو لا فيديو مع القريب واللي عزيز، تحياتي الحاره. بالفضل ديالكم لا شين غادو كتكبر الحمد لله، لا فامي ديالنا قربات الحمد لله كبرت وكبرت بزاف. هادشي علاش كنشكركم على التفاعل ديالكم، الناس اللي كيخليو لي دي كومونتير راني كنشوفكم، وكنشكركم على الدعم ديالكم. ماكرهتش تخلي لي ان لايك باش لا فيديو تطلع وتبارطاجي مع دوطغ بيرسون اللي مهتمين، وديما الموتيفاسيون، ديما الكوراج، وما يخلعوناش.